طيب احنا هنكمل مع حضراتكم كلامنا مع ضيوفنا برضو ابطال الكاراتيه بالنادي الاهلي. احنا كلنا حقيقي فخورين بيهم، هم حققوا بطوله الجمهوريه كاتا مؤخرا. خلينا نرحب بمريم احمد العزبي لاعبه كاراتيه بالنادي الاهلي واول قاهره 14 سنه صح كده، واول جمهوريه، وايضا لاعبه منتخب مصر ناشئات وشباب. بنرحب ايضا بضيفنا ادم احمد لاعب كاراتيه بالنادي الاهلي واول قاهره 13 سنه واول جمهوريه 13 سنه ولاعب منتخب مصر اشبال وناشئين. صباح الخير، ويعني انا مبسوطه ان معانا ابطال اهلاويه وسن صغير كمان، ان شاء الله لسه قدامكم مستقبل كبير جدا. ابدا مع مين؟ ابدا معاكي. اوكي، احكي لنا بس في الاول كده يعني عن الميداليات الكتيره، يعني انا هبدا مش من الصفر بقى، انا هبدا من فوق البطولات وبعد كده نرجع نعرف الباك جراوند. عرفينا بقى عن كم ميداليه والكاس ده. الكاس ده انا خدته في بطوله القاهره السنه اللي فاتت. الميداليتين دول كانوا بتوع بطوله تركيا في اسطنبول، ودول كانوا بتوع منطقه القاهره، ودي كانت جمهوريه السنه دي. حلو جدا. طب يعني برضو مشوار، انت سنك صغير بس انا شايفه بطولات كتيره، كلمينا اول بطوله حصلتي عليها كانت ايه عشان برضو الناس تبقى عارفه. كانت بطوله البراعم. البراعم ايه بقى؟ انت كانت اول حاجه خالص تخشيها ولسه مش فاهمه الدنيا بيحصل فيها ايه، وكان عندك كام سنه وقتها؟ كان عندي 7 سنين. ايه بقى احكي لنا كانت الكواليس عامله ازاي وقتها؟ كانت اول بطوله بالنسبه لي، كانت يعني كنت حاسه انها مبسوطه في نفس الوقت مخضوضه يعني، بس الحمد لله جبت اول. طب مريم مين كان داعم ليكي في البدايه؟ طبعا ماما وبابا وكابتن محمد وكابتن بوزي ودكتور محمد عبد اللطيف. حلو جدا. ادم انا شايفه يعني بطل قاعد والله بجد. ممكن نعرف اكتر عنك، تعرف الناس اكتر الاهلاويه اللي بيتفرجوا عليك مين ادم؟ طب اتفضل. انا ادم. لا وبعد انت ادم مين بقى؟ ادم بلعب كاراتيه. جاب مراكز. حلو جدا. انت داخل الرياضه دي وانت حبيبها، مش مثلا حد من اهلك هو اللي اختارها لك، انت اللي اخترتها. كان عندك كام سنه في البدايه؟ 4 سنين. 4 سنين. هو السن البدايه هو 4 سنين مثلا 5 سنين صح؟ كل ما بدري كل ما احسن. طب احكي لنا برضو انت 13 سنه يعني سن صغير، برضو الميداليات اللي حصلت عليها ايه؟ البطولات اللي دخلتها اول بطوله، خلينا نعرف منك. الميداليات اول جمهوريه والقاهره. برافو عليك. القاهرة. والكاس القاهره برضو. برافو عليك. طب اول حاجه خالص يعني اول ميداليه حصلت عليها كان احساسك ايه بقى؟ كان عندك كام سنه؟ 4 سنين. طب احكي لنا الكواليس برضو زي ما مريم قالت لنا، دي حاجه حلوه جدا واحد صغير 4 سنين ويحصل على يعني بطوله، دي مش حاجه سهله صح؟ احكي لنا عنها. كنت مبسوط جدا. طب كانت صعبه بالنسبه لك؟ يعني اتدربت قبلها قد ايه؟ انا عايزاك انت تحكي، انا مش عايزه اقعد اسالك. سنه ونص كده. سنه ونص قبل اول بطوله علشان تقدر ان انت تحقق ميداليه، وبعد كده حسيت ايه؟ يعني انا عارفه ان سنك كان صغير جدا وقتها، بس يعني بطوله في بطوله في ميدالية. انا لابسه واحده بتاعتك برضو صح؟ دي ايه بقى؟ دي جمهوريه برضو. دي جمهوريه. طيب انا عايز اعرف مين اللي دايما برضو بيشجعك؟ يعني مريم اهلها باباها ومامتها كانوا دايما بيشجعوا، برضو عندك في البيت مين اكتر حد كان بيشجعك؟ مامتي وبابايا والكابتن بتاعي وكابتن ابو المجد دكتور محمد عبد اللطيف. وكانوا بيروحوا معاك التمرين مين اكتر في البيت؟ في البيت ماما اكتر. طب هل في عندكم حد في الاسره برضو رياضي او بطل حصل على ميداليات؟ بابايا. بابا كان بيلعب برضو كاراتيه؟ اوكي. لا انا عندي اخواتي 2 بس هم بيلعبوا باسكت. بس عيله، نقول عائلات رياضيه برضو يعني الموضوع مش بعيد. طيب حلو قوي ان احنا نلاقي رموز صغيره في النادي الاهلي لسه عندها اكيد طموح كتير جدا وحاجات تقدمه. مريم ايه اللي انت لسه عايز تعمليه من على النادي؟ احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم على فكره، لسه البدايه، فخلينا نعرف اكتر ناس تعرف منك. عاوزه يعني عندي بطوله مثلا بعد 10 ايام. حلو. بطوله البحر المتوسط. ان شاء الله عايزه اجيب اول يعني ان شاء الله، وعاوزه بقى اعمل حاجات كتير قدام. وهل انت برضو شايفه ان ممكن التعليم الدراسه ياثر ولا لا؟ ده حاجه وده حاجه بصراحه. يعني لو ظبطتي الموضوع ممكن ما ياثرش. يعني الوقت مثلا ما فيش وقت فراغ، يعني الوقت اللي انت مرتاحه منه التمرين لازم تذاكري فيه، الوقت المذاكره الراحه يعني تتمرني فيه.
كاراتيه في النادي الاهلي يا ادم بتقيمه ازاي من وجهه نظرك؟ كويس جدا. ليه بقى كويس جدا؟ في حاجات كويسه جدا. ايه اللي بيعجبك؟ يعني مثلا قبل البطوله بيعملوا تصفيات. اوكي. دي بتساعدك في البطوله. يعني ايه؟ بتخليك انت بقالك فتره وبتخش بطولات وبتدخل بطولات كتيره. كويس. بتخليك تدخل بطولات وتاخد ثقه. يعني انت شايف الثقه حاجه مهمه جدا في البدايه. جدا. حلو، وده اكيد المدرب بيبقى بيشتغل عليه معاكم. ايه تاني؟ ايه تاني ممكن يبقى عامل اساسي؟ الامل. الايه؟ امل. الامل، حلو ده. يعني انت بتتكلم ان انا عندي امل ان انا اخش واكسب، هي دي النقطه. طب المنافسه داخل النادي مع بعض، يعني مع اللعيبه المختلفه، اكيد انتوا بتلعبوا وبتتمرنوا، فبتبقى برضو شكلها ايه؟ لو احنا هنتكلم عنها يعني بالتفصيل شويه. احنا جوه البساط محدش يعرف بعض، بره كلنا اصحاب. ما حلوه حلوه الجمله دي برضو كده. يعني وانتوا جوه احنا مالناش دعوه، احنا متنافسين، لكن بعد كده خلاص، صح؟ طب لو انا كلمتكم على بعيد شويه، يعني احنا بنتكلم اوكي الكاراتيه في النادي الاهلي، لكن لو هنقارن النادي الاهلي بنوادي ثانيه داخل مصر، وبعدين هروح معاكم المستوى بقى الدولي، اكيد انتوا باصين برضو المستوى الدولي، صح كده؟ قولي لي مين من النوادي برضو التنافس فيها مع الاهلي من وجهه نظرك بتحبي تحضري له بشكل قوي يعني؟ يعني هو انا مش يعني ان انا اروح البطوله ابقى عارفه كل لاعب، لازم مش ابقى مركزه على نادي معين او لاعب معين. لازم ابقى عامله لكل واحد حساب كويس، يعني انا داخله الاعب نفسي احسن من البطوله اللي فاتت، مش مهم مين المنافس اللي قدامي اصلا. وادم بتجهز ازاي لاي تنافس عندك؟ بتمرن كل يوم احسن من اللي قبليه. كل يوم عندكم تمرين. والمدرسه بنروح. بس ده مش بيخليكم مثلا، وبالذات السؤال ده ليك يا ادم، خليك مثلا خروجات، عيد ميلادات، الحاجات دي. انا ليه بسالك الاسئله دي؟ علشان انا عايزه اعرف حياه البطل من وهو صغير عامله ازاي. خروجات؟ واحد بيشوف خروجات اصلا؟ يعني انت ما بتخرجش اصلا؟ ها، انت تحس ان هو زعلان وهو بيتكلم. يعني انت شايف ان انت بتحب الرياضه بتاعت الكاراتيه، بس انت جاي على حياتك، ها؟ يعني ما تروحش زي اصحابك اللي في سنك النادي او عيد ميلادات او حاجات زي كده. طب ما بيزعلوش منك صحابك ولا هم متفاهمين؟ لا متفاهمين. طب حاجات العيله مثلا، عزومات العيله، الحاجات زي كده برضو ما بتروحهاش لو عندك تمرين؟ انت ما بتروحش حته. طيب مريم، خليني اعرف منك برضو، يعني لان انتوا بتبقوا نماذج حلوه للاهالي اللي بتتفرج، اللي نفسها اولادها برضو يكونوا ابطال زيكم، اللي بيبقى عندهم تخوف من فكره الدراسه والرياضه، فازاي انت ممكن تقولي لنا اهلك حتى بيساعدوكي في الحته دي، ان الدراسه ليها وقتها، الحياه ليها وقتها، التمرين ليه وقته؟ خلينا نعرف. يعني مثلا بصحى الصبح اروح المدرسه، بخلص المدرسه الاقي ماما مستنياني بالعربيه بتديني اكل اروح التمرين. من بره بره على طول؟ يعني بروح البيت، وبعدين بقى بعد ما بروح بعد التمرين ببدا اذاكر، انظم اموري. وبعدين بقى اليوم التاني بيبدا. ومش حاسه برضو دلوقتي، لحد دلوقتي نقدر نقول في مشكله قوي يعني من ادم؟ انا حسيت ان هو يعني هو مبسوط في اللي هو بيعمله، بس الموضوع جاي شويه على حياته الشخصيه. انت بالنسبه لك ايه؟ لا هو برضو نفس الحاجه، يعني انا مثلا ما فيش وقت للخروجات، ما فيش وقت للهزار في الموضوع، هو كله تمارين يا مذاكره يا كده. طب ادم لو سالتك قدام، لسه صغير جدا، بس قدام لما تيجي بقى تدخل الجامعه، انت عايز تدرس حاجه ليها علاقه بالرياضه، ولا انت عايز رسم لنفسك حاجه تانية؟ لا رسم لنفسي حاجه تانية. ايه بقى؟ هندسه. عايز تبقى مهندس؟ ولو دخلت هندسه واثرت على اللعب وعلى الرياضه اللي انت بتحبها، هتعمل ايه؟ همهل من هنا وشد من هنا. انا عاجبني كلامك. يعني انت هتوازن بين الاثنين على قد ما تقدر، بس مش هتسيب الرياضه. نتكلم ان ده امر مفروغ منه. ومريم؟ عايزه اخش طيران. طيران، تبقي طياره. برافو عليكي. بس ممكن بقى ده على فكره عيب جدا الرياضه، انت عارفه ده طبعا، لان انت هيبقى عندك رحلات وعندك تمرين وبطولات، فده هيتعارض مع ده، صح؟ بس لو يعني لو ده هيعطل عن الكاراتيه، ممكن اخد يعني اشوف حاجه ثانيه سهله. رياضه ثانيه ولا شغلانه ثانيه؟ شغلانه ثانيه. يعني احنا ممكن نضحي بالشغل عادي. طيب لو سالتكم كل واحد فيكم بيوجه رساله للشاب اللي في سنه، او يعني الشباب اللي في سنكم، انا مش هقول ان انتوا بقى، احنا شباب صح كده، احنا مش اطفال،
هو دلوقتي ازاي ممكن شخص لسه حتى ما بيمارس الرياضه، خلي بالك 13 14 ممكن يكون لسه بدايه حد يدخل يتمرن او يدخل رياضه يعني ويتالق فيها بعد كده، في ابطال ابتدوا 15 سنه كمان. فنسمع منكم رساله انا هختم بيها الفقره للناس دي او للشباب دي الفئه دي، تقول لهم ايه كبطله؟ يعني اتمرن عشان لما تكبر تبقى صحتك كويسه وتبقى ما بتضيعش وقتك بالظبط، مثلا تفضل ماسك الموبايل حاجات كده، يعني اتمرن عشان ما تضيعش وقتك. قلتي نقطه مهمه قوي، ماسك الموبايل كتير على فكره في السن ده، انا هتكلم مثلا من 8 سنين لفوق، الادكشن او الادمان بتاع الموبايل. هل انت كده يا ادم قبل ما اختم معاك انا عايز اعرف، انت الرياضه واخداك في حته تانيه شويه بس عندك صحابك كده صح؟ عود ماسكين الموبايل على طول او الايباد، هاخد منك رساله توجهها للشباب اللي في سنك اتفرجوا علينا، تقول لهم ايه؟ الامل برضو، الامل. ها انت متمسك حلو، احنا هختم بالامل دي. نورتوني بجد مريم وادم، يعني رمزين جمال جدا، وان شاء الله يكونوا ابطال كمان كبار للنادي الاهلي، يرفعوا اسم النادي الاهلي ومصر كمان عايزين قدام باذن الله في كل المحافل الدوليه. نورتونا. انا هروح فاصل مع حضراتكم، نرجع نكمل الفقره الاخيره مع حضراتكم انا وكريم.